بيق 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 حيق النايم فيكني فيق. الغول اللعين كسر ودمر السوق العتيق، ومولاي الملك إلها ميوني هاي هق هاي هق. زيدون ابن شفيق يعلن عن جائزة كبيرة، يلي بيقتل الغول راح يجوزه من بنته الأميرة شاهيناز. طق طق هي عطشي يا مامي. تقدم. من أنت أيها الشاب؟ وماذا تفعل هنا؟ كأنك غريب. أنا علاء الدين، أعشق الطبيعة، أصول وأجول من بلد لآخر. لكن من أنت؟ أنا الأميرة شاهيناز. طق طق هي هي طق 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 هي هي طق 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 طق. لا لا لا، أنا وصيفة الأميرة شاهيناز. طق طق هي هي طق 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 هي هي طق 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 طق. ولكن ألا تخشى الوحوش أبدا؟ لا لا أبدا، فالوحوش لا تؤذي إذا لم تؤذيها. اسمع أيها الشاب، نفذ ما أمرتك به، وإياك إياك أن يعلم الملك بذلك. ولكنها مهمة مستحيلة. أعرف ذلك أعرف، ولكني خططت لها جيدا ولن يكشفها أحد. هيا. وأين حصتي من ذلك؟ أوه يا لك من طماع. اسمع، خذ هذه دفعة أولى. هيا هيا هيا. هكذا اتفقنا. هيا هيا، يبدو أن أحدهم قادم. هيا هيا. الأميرة شاهيناز. أهلا أهلا بمولاتي وسيدتي أجمل الأميرات، الأميرة شاهيناز. ما هي أخبار والدي؟ ألم يعد من جولته بعد؟ يا إلهي، مولاي الملك خارج القصر. يا مغيث يا لطيف، احمي مولاي الملك. لقد أخفتني أيها الوزير. ما به والدي؟ كل ما هنالك أنه خرج ليتفقد شعبه. أدام الله مولاي الملك، ولكني أخاف عليه بطش الغول، أخاف أن يأكله. لا قدر الله، لكني اعتقدت أنه يعرف عن الغول. أيها الوزير. نعم يا مولاتي. قبل قليل سمعت المنادي يقول. أنا فعلت هذا يا مولاتي نيابة عن مولاي الملك. ماذا؟ ماذا؟ ومن سمح لك أن تجعل من قاتل الغول زوجا لي؟ بأي حق؟ يا مولاتي يا مولاتي، ما فعلت هذا إلا لشدة محبتي لك ولمولاي الملك طبعا. أنت أخبث رجل عرفته في حياتي. مولاي الملك. عذبنا فراقك يا الغالي، خاف الله فينا خاف الله، خاف الله فينا خاف الله. يا أهلا والله بهالطل، اشتقنا لعيونك والله، عذبنا فراقك يا الغالي، خاف الله فينا خاف الله، خاف الله فينا خاف الله. Thank you.
حمدا لله على سلامتك يا والدي، أحبك كثيرا. ومن؟ ومن لا يحب مولانا الملك؟ الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. دعينا لوحدنا مع الوزير يا شاهيناز. حسنا يا والدي. والله يا مولاي، والله خفت عليك كثيرا، خاصة يا مولاي أنك خرجت بدون حرسك. قل لي، ما حال القضاء في المملكة؟ ميزان العدل يحكم بين الناس بكل عدل، وكل ذي حق يا مولاي يأخذ حقه. وبيت المال، لقد سمعت أنه عامر ومليء يا مولاي، عامر ومليء. وما قصة الضرائب والخراف والأبقار المسروقة والمذبوحة؟ إنه الغول، الغول يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق الغول. نعم يا مولاي، إنه يفتك بالجميع، ولأجل ذلك أنا رفعت الضرائب. غول، لكن لم يخبرني أحدا عنها أيها الوزير. آه يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق لقد رأيته بأم عيني، حاولت قتله لكنه خاف وهرب مني. أيها الوزير، وما العمل الآن؟ لقد تصرفت يا مولاي، أمرت المنادي بأن يعلن عن جائزة كبيرة لمن يقتل الغول. جائزة؟ نعم يا مولاي. وما هي هذه الجائزة؟ يتزوج من ابنتكم الأميرة شاهيناز. طق طق هي هي طق 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 هي هي طق 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 طق. ماذا؟ ماذا؟ ماذا تقول أيها الوزير؟ مولاي يتزوج من الأميرة شاهيناز. نعم يا مولاي. إنها فكرة عظيمة يا وزيري، يا وزيري المخلص والأمين. شكرا لك يا مولاي. أيها الوزير. نعم يا مولاي. الغول يا سيدي، الغول. ما هذا الصوت؟ لا أعرف يا مولاي. أحد الناجين من الغول يطلب مقابلتكم يا مولاي. الغول؟ دعه يدخل حالا يا بني. أمر مولاي. الغول 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 يا مولاي، الغول الغول يا مولاي، الغول يا مولاي. يا بني اهدى، ما الذي حدث أيها الشاب؟ تكلم بهدوء. الوحش يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. الوحش يا مولاي، بينما كنت أصطاد مع أصدقائي أعجبنا وحش طوله 50 مترا. خمسون مترا. أقصد 30 مترا. ماذا؟ 30 مترا؟ أقصد 10 أمتار. إيه ها، هي كذبة بتتصدق؟ يلعنك. فمه كالمغارة وأسنانه كالسيوف القاطعة. ماذا؟ جبل يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. كما يهاجم الذئب قطيع الغنم فتك بسفلائي وقبض علي. وأكلك. كيف يا مولاي وأنا بين يديك حي أرزق؟ إنني أمزح أيها الشاب، يلعنك. وبعد؟ هربت يا مولاي وجئت هنا طالبا الحماية. أيها الوزير. أمر مولاي. اعتنوا بهذا الشاب وأعطوه كل ما يحتاج وألبسوه وأطعموه وإلى الحرس ضموه. شكرا لك يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق.
يا بني لا تقل كلمة الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق هيا هيا. ألم يقل لك مولاي ألا تذكر كلمة الملك؟ الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. آه يا وزيري، كم أنتظر لحظة القضاء على هذا الغول حتى أستطيع الصيد بالغابة ثانية. مولاي الملك، الأميرة شاهناز. طق طق هي هي طق 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 هي هي طق 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 طق. دعنا لوحدنا أيها الوزير. أسمعت المنادي؟ طبعا سمعت. وهل عرفت أن وزيرك هو الذي أمر بذلك؟ عرفت وسررت لأنه سبقني باتخاذ هذا القرار. تصرفه ينم عن محبته لي وللمملكة. ولكن يا أبي، أنت تعرف نوايا وزيرك الخبيثة وطمعه في العرش. إنك تظلمينه دائما يا شاهيناز، رغم محبته لك وطلبه للزواج منك. أبي أرجوك، لا أحب التحدث بهذا الموضوع. طيب، ألا تخشى أن يقتل أحدهم الغول ومن ثم يطلب يدي؟ وماذا في الأمر؟ ساعتها سأمنحه مكافأة مالية بدلا منك وأصرفه بالحسنى. ولكن من المعيب أن تتراجع عن وعدك ولا تفي به. كيف سيحترمك الشعب ويصدقك بعد ذلك؟ وهل سيكذبون الملك وأوامره؟ الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. طبعا إذا لم يفي بوعده. ومن يتجرأ على ذلك؟ أنا يا مولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. لكن أنت ابنتي ولا أحب سماع هذا منك أبدا، لندع هذا لحينه. صحيح، ولكني لا أحب الخداع وأنا مصرة على الوفاء بالوعود، وإلا سأغضب يا والدي. وأنا لا أقدر على إغضابك. حسنا، سأفي بوعدي إكراما لك يا شاهينات. طق طق هي هي طق 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 هي هي طق 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 طق. هكذا أتفق معك يا أحلى وأجمل ملك في الدنيا. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. نعم يا مولاتي، إنه كبير جدا وأنيابه. ولماذا لم تقتله؟ في الحقيقة تركت شرف قتله لمولاي الملك. الهميوني هاي هق هاي هق هاي هق هاي هق. كفاك كذبا أيها الوزير، أنت لم ترى شيئا. أقسم يا مولاتي أني رأيت. حرام حرام عليك أن تحلف كذبا. في الحقيقة أنا من رمتك بالحجارة. أصحيح ما تقوله ابنتي الأميرة؟ مولاي، ما
كنت تكذب علي إذن؟ يا مولاي في الحقيقة يا مولاي لقد قلت لي أنه كبير جدا وله أنياب بيضاء لامعة وعيون تقدح شارا وأظافره طويلة جدا قبح الله وجهه أليس من المعيب أن تضحك علي وعلى المملكة؟ اخرس إنه الخوف الخوف يا مولاي هو من دفعني لهذا الفعل اخرس هيا يا ابنتي هيا